ندخل بعد كده على حاجة اسمها واي فاي الاينس. الاينس معناها تحالف، هي عبارة عن منظمة دولية غير ربحية نون بروفيت، مكونة من مئات الشركات اللي شغالة في موضوع الوايرلس كوميونيكيشن عموما. بيعملوا إيه؟ بيحطوا معايير استخدام الشبكات اللاسلكية، وكمان بيحاولوا يحلوا مشاكل عدم التوافق اللي هو الانكومباتيبلتي ما بين الأجهزة وبعضها. يبقى إذا الوايرلس واي فاي ألاينس هو عبارة عن جلوبال دولي نون بروفيت يعني غير ربحي أسوسيشن with over 300 company as members. يبقى المفروض إن هو عبارة عن تحالف مكون من 300 شركة أو أكتر بتحط معايير استخدام الشبكات اللاسلكية. طب وظيفته إيه اللي هو الواي فاي ألاينس دوت؟ وظيفته إن هو يحل مشكلة الإنكومباتيبلتي عدم التوافق ما بين المنتجات الخاصة بشركات مختلفة. نتكلم دلوقتي عن الاي اي تريبل اي 802.11 واصداراتها المختلفة. انا كنت بقول لحضراتكم انه في اصدارات مختلفة 802.11a و b و g و n، في اصدار تاني اسمه AC ده احدث حاجة بس طبعا مش عليكم. طبعا هو بيحدد لي هنا الاوبريتنج باند اللي هو الرينج الخاص بالترددات اللي انا بستخدمه. طبعا الاشهر عندي هم الثلاثة دول اللي هم البي والجي والان. بيحدد هنا نوع الموديوليشن او طريقه تعديل البيانات وارسالها على الفريكوانسي. بنستخدم يا اما اورثوجونال فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج او دايركت سيكونس سبريد سبيكتروم. اخر نقطه بيحدد لي البيت ريت اللي انا بستخدمه او اقصى بيت ريت ممكن احصل عليه عن طريق التكنولوجي ديت. احنا بنستخدم دايما اللي هي الجي والان. الجي كانت 54 ميجا بير سكند، الان البيت ريت بتاعها بيكون يا اما 288 ميجا بير سكند او ممكن يوصل لغايه 600 ميجا بير سكند على حسب الفريكوانسي. لو حضراتكم شايفين هنا لو انا اخترت التردد ال 2.4 جيجا يبقى البيت ريت اللي عندي هيكون 288 ميجا بير سكند. لو انا كنت بستخدم 5 جيجا هرتز يبقى المفروض ان انا هيكون البيت ريت بتاعي 600. نلاحظ ان كل ما يزيد التردد كل ما بيزيد البيت ريت او سرعه استخدام نقل البيانات اللي موجودة عندي. الأرقام دي حضراتكم مطالبين بحفظها، لازم حضراتكم تحفظوا إن الـ IEEE 802.11a بتستخدم 5 جيجا هرتز والبيت ريت بتاعها 54 ميجا بير سكند. الـ B كانت 2.4 جيجا هرتز والبيت ريت بتاعها 11 ميجا بير سكند. الـ G كانت 54 ميجا بير سكند وبرضه كانت بتستخدم 2.4 جيجا هرتز. الـ N دول باند يعني بتشتغل على رينجين من الترددات ده، يا اما 2.4 جيجا هرتز يا اما 5 جيجا هرتز. ال 2.4 بتديني 288 ميجا بير سكند، ال 5 جيجا هرتز بتديني 600. يبقى احنا دلوقتي قلنا انه في حاله الفريكوانسي اما بيزيد يبقى المفروض انه بيزود البتري زي ما هو بيقول لي هنا. هو بيقول لي دلوقتي انه كل ما بيديني higher frequency معنى كده انه بيديني higher data rate، وانه بيستخدم 802.11a تستخدم orthogonal frequency division multiplexing. نيجي نتكلم بعد كده على ال wireless local area network configuration اعداداتها وال equipment الاجهزه اللي انا بستخدمها. هو بيقول لي انه عشان اي جهاز يدخل على الشبكه لازم يكون ليه كارت شبكه اللي هو الوايرلس لوكال اريا نتورك او اللي هو النتورك انترفيس كارد، نيك يعني كارت شبكه. كارت الشبكه ده بيكون ليه اشكال مختلفه، ممكن يكون على شكل يو اس بي او كارت يركب في اليو اس بي، ممكن يكون مدمج او بلت ان جوه الجهاز. يبقى اذا الوايرلس نتورك انترفيس كارد بيوفر لي عملية الانترفيرنس ما بين الجهاز وبين الشبكة. يبقى هو بياخد البيانات اللي الجهاز عايز يبعتها وبيحولها للصيغة المراد ارسالها على الشبكة. طيب الاثنين اللي بعد كده هو بيقول لي ان انا عندي فيه نوعين من الشبكات. في عندي حاجة اسمها الشبكات الوايرلس بتنقسم لشكلين اثنين، حاجة اسمها اد هوك نتورك والحاجة التانية اللي اسمها انفراستراكشر نتورك. الفكرة فيهم انه في حاله الاد هوك نتورك ما بيكونش فيه سنترال ديفايس، ما بيكونش فيه اكسس بوينت، فالاجهزه بيحصل كوميونيكيشن ما بينها وبين بعضها مباشره.
يعني لو انا عندي دلوقتي 2 موبايل والاثنين موبايل دول عايز ابعتهم يبعتوا بيانات لبعض، هل محتاج ان انا يكون عندي اكسس بوينت؟ لا. يبقى دلوقتي لو الاثنين دول دخلوا على شبكه والشبكه دي اسمها واي فاي وبيبعتوا البيانات لبعض دايركتلي من غير ما يكون في اكسس بوينت، فدي بيسموها اد هوك نتورك. انما لو كان الجهازين دول بيستخدموا اكسس بوينت عشان يحصل ما بينهم وبين بعض كوميونيكيشن، فده بيسموه انفراستراكشر نتورك. يبقى نأكد تاني، النوع الاولاني كان اسمه اد هوك نتورك، اللي بيحصل فيه انه بيكون مكون من مجموعه من الاجهزه بتتواجد في نفس المكان او في نفس الرينج تقريبا، ما بيكونش فيه اكسس بوينت او جهاز مركزي لاداره الاتصالات ما بين الاجهزه ببعضها. طب انا عشان ادخل على الاد هوك نتورك محتاج ايه؟ محتاج ان انا اكون عارف اسم الشبكه ورقم التشانل وفقط، طبعا لازم يكون فيه كارت شبكه لاسلكي. يبقى اذا بيقول لي ان الاد هوك نتورك بنستخدمها لما يكون عندي عدد محدود من الاجهزه small group of devices وبيكونوا very close to each other، بيكونوا قريبين من بعض. يعني لو الجهازين مش في نفس الرينج مش هيشوفوا بعض ولا هيحصل ما بينهم وبين بعض communication. الاد هوك نتورك بتسمح لي انه يحصل حوار او communication ما بين الاجهزه اللي موجوده في رينج محدد directly communicate عشان تتصل ما بينها وبين بعضها من غير ما يكون في access point. يبقى الميزه ان الاجهزه بيحصل ما بينها وبين بعضها communication without involving central access point. طب عشان اعمل سيت اب للاد هوك نتورك محتاج ايه؟ محتاج ان كل جهاز من الاجهزه اللي موجود عندي يكون فيه وايرلس ادابتر. ادابتر معناها كارت شبكه او اللي هو نتورك انترفيس كارد. وكمان الاجهزه كلها بيستخدموا نفس الاس اس اي دي. الاس اس اي دي اختصار كلمه سيرفيس سيت ايدنتيفاير اللي هو اسم الشبكه. يعني لو انا عايز ادخل على شبكه مثلا في عندي 5 اجهزه والخمس اجهزه دول عايزهم يدخلوا على نفس الشبكه، يبقى لازم يختاروا نفس الاسم. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا انا داخل هنا على الشبكه بتاعتي اسمها موبايل واي فاي، ده اللي هو الاس اس اي دي. طبعا كمان بالاضافه لان كلهم لازم يستخدموا نفس التشانل، يبقى لازم يكون ليهم نفس الاس اس اي دي ولازم نفس التشانل، طبعا بالاضافه لوجود كارت شبكه. الاد هوك نتورك احنا بنستخدمها في التمبرري بيزس، بمعنى لو انا مثلا عندنا ميتنج ومفيش اكسس بوينت، او احنا بره مثلا في البر وعايزين نعمل كوميونيكيشن ما بين الاجهزه دي وبعضها، مفيش اكسس بوينت، فهنعمل اد هوك نتورك على طول. البرفورمانس الخاص بشبكه الاد هوك نتورك دوت بيقل، بيحصل دروبينج. ليه؟ كل ما بيزيد عدد الاجهزه اللي موجوده عندي، يعني لما يكون في 5 اجهزه غير لما يكون في 7 غير لما يكون في 10. يبقى اذا البرفورمانس او الاداء الخاص بالاد هوك نتورك سفرنج بيعاني كل ما يزيد عدد الأجهزة اللي موجودة عندي في الشبكة. ده غير كمان هي فيها مشكلة إنه مفيش جهاز مركزي زي ما قلنا اللي هو الأكسس بوينت أو سنترال ديفايس يعمل عملية المانجمنت للأجهزة. يعني السكيورتي كل واحد مسؤول عن السكيورتي الخاصة بيه. يبقى هو بيقولني إن البرفورمانس بينزل كل ما يزيد عدد الأجهزة اللي موجودة في الشبكة. ده غير كمان إنه بتزداد صعوبة إدارة الشبكة اللي موجودة عندي. حضراتكم شايفين في الرسمه دي ادي 3 ستيشنز، كل 3 ستيشن دول بيحصل ما بينهم كوميونيكيشن ما بينهم وبين بعض، لكن لانهم في نفس الرينج هل في هنا اكسس بوينت؟ لا، عشان كده دي اسمها اد هوك نتورك. النوع الثاني اللي هنتكلم عليه اللي هي اسمها انفراستراكشر مود. الانفراستراكشر مود بيكون فيه سنترال ديفايس زي ما حضراتكم شايفين، ده اللي اسمه اكسس بوينت او كاتب لي وايرلس اكسس بوينت. الكوميونيكيشن ما بين الاجهزه وبعضها بيتم عن طريق الاكسس بوينت. الاجهزه دي مش شرط انها تكون في نفس الرينج، يعني المسافه ما بين الاخ ده والجهاز ده المفروض انها مسافه اكبر من الرينج بتاعهم اللي هو يقدر يتعامل معاه. يبقى هنا بيقول لي في حاله الانفراستراكشر مود يمكن للاجهزه انها تتواصل مع اجهزه اخرى من خارج الرينج الخاص بيها. ده كمان انا ممكن اتعامل معها وايرد لان مع وايرلس لان. لو حضراتكم شايفين ده جهاز اكسس بوينت، اسف ده اكسس بوينت، وفي هنا لابتوب، المفروض انه الاتصال ما بين الاكسس بوينت وما بين اللابتوب وايرلس، لكن لو حضراتكم تابعتوا كده هتلاقي ان الاكسس بوينت داخل عليها سلك، يعني معنى كده انها هتوصل ما بين الشبكه الوايرد وما بين الشبكه الوايرلس. يبقى اذا الميزه الاهم للانفراستراكشر هي وجود الاكسس بوينت.
الاكسس بوينت بتعمل لي عمليه تنظم عمليه الكوميونيكيشن ما بين الاجهزه وبعضها. يبقى اذا غالبا بيتم توصيل الاكسس بوينت للراوتر المتصل بالشبكه العاديه. في الشبكات الصغيره بيبقى في جهاز واحد بس زي الدي اس ال مودم. الدي اس ال مودم ده بيشتغل كايه؟ بيشتغل كاكسس بوينت وكراوتر ومودم في نفس اللحظه. يبقى دلوقتي هنا بيقول لي في الانفراستراكشر مود الديفايسز اللي موجوده عندي يحصل ما بينها وبين بعض كوميونيكيشن بس اوتسايد الرينج بتاعها. يعني الاثنين دول عشان مش شرط انهم يكونوا في نفس الرينج عشان يبعتوا رسائل لبعض. يبقى دلوقتي بيقول لي انه في الانفراستراكشر مود الديفايسز اللي موجوده عندي كوميونيكيت وذ ايتش اذر بتتواصل مع بعضها حتى لو كانت خارج الرينج الخاصه بيها. وكمان برضه ممكن يحصل ما بينها وبين بعضها كوميونيكيشن مع الوايرد نتورك اللي هي الشبكه السلكيه. الاكسس بوينت المفروض انه بيتوصل لراوتر زي ما احنا حضراتكم شايفين هنا. الاكسس بوينت ديت هتكون متوصله هنا بسلك والسلك ده متوصل براوتر والراوتر متوصل عليه شبكه وايرد. يبقى إذا هنعتبر إن الأكسس بوينت جزء من الشبكة السلكية اللي هي الوايرد نتورك وبتوصل للبيانات اللي موجودة عندي ما بين أجزاء الوايرد نتورك والوايرلس نتورك. الميزات بتاعت الميزات الخاصة بالإنفراستراكشر مود هي إنها تديني تغطية أفضل وقدرة على العمل مع أحجام مختلفة من الشبكات وكمان أمان أفضل. يبقى هنا بيقول لي إن الأكسس بوينت إن الإنفراستراكشر مود Network offers the advantage of scalability. Scalable معناها انها تقدر تتعامل مع احجام مختلفه من الشبكات، شبكه صغيره، شبكه اكبر وهكذا. يعني انا ممكن يكون عندي خمس اجهزه في البيت وانا مركب اكسس بوينت والكوميونيكيشن بيحصل ما بين الاجهزه وبعضها عادي. ممكن يكون عندي 100 جهاز وبرضه مركب اكسس بوينت. Centralized security management عمليه التحكم في السكيورتي ودخول الاجهزه للشبكه وخروجها منها وسماح ليهم مثلا بخدمه الانترنت وغيره بيتم من مكان مركزي عن طريق الراوتر او عن طريق الاكسس بوينت اللي موجود عندي. And improve the coverage المفروض انه بيكون فيه تغطيه محسنه او تغطيه افضل. ليه؟ لان الاكسس بوينت بتسمح لاجهزه مش في نفس الرينج ان هم يحصل ما بينهم كوميونيكيشن ما بينهم وبين بعض. يعني الاثنين دول قريبين من بعض يبقى يحصل ما بينهم كوميونيكيشن سهل جدا. الاثنين دول غالبا خارج الرينج يبقى الاثنين دول هيحصل الاتصال ما بينهم عن طريق مين؟ الاكسس بوينت. الديسادفانتج العيب الخاص بيه الانفراستراكشر مود ان انت محتاج تكلفه عشان تركب الاكسس بوينت. النقطه الاخيره هو بيقول لي ان النود دايما بتكون متصله باكسس بوينت واحده فقط، وعندما يوجد اكتر من اكسس بوينت في نفس المكان احنا بنحاول نعمل كونكت مع الاعلى في قوه الاشاره. يعني انا بشغل الموبايل الخاص بيا بيلقط انه في 10 شبكات لاسلكيه، بحاول اعمل كونكت على اي واحده منهم بس واحده فقط لان انا بيكون عندي كارت شبكه واحد. يبقى اذا بيقول لي a moving wireless node is associated بتكون مرتبطه ب single access point at any one time. يبقى في اي وقت المفروض ان النود بتاعتي بتكون متوصله باكسس بوينت واحده بس. ممكن يحصل overlapping. overlapping يعني تداخل ما بين الشبكات وبعضها، يعني مثلا اكتر من اكسس بوينت هيغطوا مناطق مختلفة عشان أغطي منطقة أكبر.